عندما دخلت السيدة زينب إلى قصر يزيد فقال من هذه الأمرأة؟ فأجابت قالت ليلتنشد علينا ويلجقول منين حنا بحائط احنا وكلش مبينين. الله الله الله. يلتنشد علينا ويلجقول منين حنا بحائط احنا وكلش مبينين. غترتنا ابو فاضل والعقال حسين. انت ولا حد يوصل بيتك واحنا يسمون اهل البيت. الله الله. وزلمة طب للامام العباس. سلام الله على ابو الفضل. انت عندك علم من تطلع من الشباك مال الامام العباس يرقفاك لشباكه. صحيح. فالزلمه لقيته يرد بالعكس. خوش. ردت اقول له ليش؟ فجاوبني لسان حاله. لسان حاله يقول من ردا بالعكس بالك تقول لي شلون فشل من نط ظهر الزلمه وفم عون. الله الله. أم نردا بالعكس بالك تقل لي شلون فشل من نط ظهر الزلمة وفم عون. الله الله. أستحي من عينه شي شايل اثنين عيون. الله. أستحي من عينه شي شايل اثنين عيون. الله يشهد من يعمل شكلية تشمر بالعقل. الله الله سيد الله. الله يسلمك. استمر سيد. سيدة زينب تخاطب الإمام الحسين. سلام الله. تقول حشاك من النقص خوش. عندك نقص خنصر. الله الله. وصبعك قصروا يا الماضن مقصر. الله الله. ساكت والحوافر ضاله تكسر انت البضل وعقم تتوزع حاكم بثواب العباس. الله الله. حشاك من النقص. عندك نقص خنصر وصبعك قصروا يا الماضن مقصر. ساكت والحوافر ضاله تكسر انت البضل وعقم تتوزع حاكم بثواب العباس. تقول رد هواي أرد هواي صوب حسين أقول البرك لن يقعد. أنا مضيع له شي بمكان على نفس المكان يرد. الله الله. مو بس الضلوع الخيل داست حتى على الموعد. الله. مو بس الضلوع الخيل داست حتى على الموعد. الخيل تروح وترجع سحقت حتى خيال حسين. الله الله. تقول له ما أقدر بعد يا حسين أخيتك جاية تكلفك. وحق الخنصر ما بات يوم العاشر بشفه. الله الله. غدا الطف سكته من ذبحوك ما ينسمع بس نسفك الدم خلانا توهم وعبر ما عايل لحسين. الله الله. الما عنده بزر والهمه ما ينشال. يجي يطب الضريحك يرد بحسن حال. الله الله. عز مو فشله يمك دمعه الرجال. احنا بشباكك نلقى مدافع كي تقضيها بساعة. الله الله سيد.